السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيصل هز، رجعنا لكم بلاك اوبس 3. طبعا اسمحوا لي شباب، تقريبا حول 3 أيام ما نزلت ولا مقطع في القناه، لان صراحه مر علي ظرف ما قدرت، يعني ما قدرت انزل اي شيء. لا قدرت انزل عن لعبه كول اوف ديوتي ولا عن لعبه ديستني في السموحه يا شباب. ف بنبدا لكم هالمقطع ان شاء الله بنلعب معاكم طور دومينيشن، طبعا كالعاده طور اكثر طور اللي لعبها في كول اوف ديوتي، فان شاء الله نجيب جيم بلاي كويس. اوكي دخلني مباشر على، بالنسبه لي ماب كومباين هو افضل ماب في كود 12 طبعا. بالنسبه لي اتمنى يكون دخلني بدايه الجيم عشان يمديني اجمع، او نهايه الجيم عشان نبدا التسجيل اللي بعده. ثاني شيء شباب، اشكركم على اخر مقطعين في القناه، كل مقطع وصل فوق ال 500 لايك. عندي مقاطع 500 و600 و700 شباب هم قصرين معي ابد، لكن مقطعين ورا بعض والاثنين فوق ال 500 لايك صراحه ما قصرتوا معي. طبعا بلعب معاكم سلاح الفي ام بي كالعاده، السلاح يعني العشق الاول والاخير في كود 12. اوكي اوكي متاخرين تقريبا بفرق 20. أوكي. بحاول اني اقلب النتيجه. حلو، بدايه قتلتين على المرجان. اوه طبعا حسيت ان احد يدمجني، لكن حاولت اشرد لان كان تدميج من الظهر. اوكي ماشي مشكله. هنا شل منا 4. خاف هذه وراها كنت ستريك. طبعا انا ما نسيت، كان قلت اسحب عليك شوي لان 2 كانوا فوق. طبعا اللي معانا شفط اعلام يا اخي، في مجال اشيل علم واحد. بدأ الناتج يتقلص. الله يسر. لا يا الله يا الله، زين جيبوا كل ستريك، جيبوا هاتر، جيبوا شيء، خلينا نشوف شيء في الجو. شيء ما يخلوك على طول يشفطوني على سريع سريع. زي ما ذبحني هذا. ايه خلك زابن ده، خلك زابن. بأم اللعب هذا، شفت اعلام يا رجال، ما ابى اخذ علم واحد على الاقل، ابى اجيب كل السنيك حقي. يلا اطلع. ماشي فايدة، نقعد هني. ما شافني اني نقزت فوقه. عشر واحد. اوكي مو بسيء طبعا. والله كان يمديني اجيب كل ستريك يا جماعه، ثلاث مرات ست صوب العلم، ثلاث مرات ست صوب العلم، لكن الشباب شفط اعلام ما يفتحوا لك مجال انك تمسك علم واحد، فللاسف ما قدرت اجيب كل ستريك. فرق تقريبا من بعد الفرق تقريبا 20، بحاول اجيبه ان شاء الله. اوكي يمديني اجيبه، تصدقون يمديني اجيبه لان العلم يعطيني 50. Wraith on standby. Enemy took Charlie. Secure the objectives. Securing Bravo. Get back in the inbound. Okay, you got the streak. Ready for tasking.
والله توقعت انا في البيت توقعت اثنين ثلاثة اقل شيء مو بواحد لكن الحمد لله جبنا الهاثر. اوكي احد يدينا الشغل في الرسم يعني بس ما ابغى احد يتخاف الاسبوع. هلو طبعا اوكي طبعا الرسبون قلب لان الرابس تقلب الرسبون الرابس تقلب مره الرسبون ف اوكي ما دام انك تلعب لحالك ما بدون بارتي اوكي العب خذ راحتك في الرابس زين اوكي بعد ماش قربنا على الكليستريك الثاني. اتبطح فوق طبعا بيرك السماعة انا ما اتخلى عنه لانه يفيدني يوم ادخل داخل في الرسبون يفيدني اعرف. مبروك اول علم زين يفيدني بيرك السماعة تعرف حركة الشباب السكس سنس بعد نفس الشيء. اوه اوكي هذا طبعا كان حاط درع الحماية زين شليت على اخر شيء يتحريني بعد. اوكي طبعا البركات المعتادة عندك السماعة حط 24 ساعة لانه يفيدني يوم ادخل داخل اعرف حركة الاعداء عندك 16 نفس الشيء اعرف حركة الاعداء عندك ال والله كنت بروح فيها عندك الجوست عشان يوم تتحرك مع الرادار ما يسحبك عندك ال عندك هذا اللي صورة وجه البركات الخضر والله نسيت اسمه استغفر الله مركز شوي فا اوكي ما ادري اسمه ذاك البرك الوجه اخضر هذاك مرة ممتاز ام بي ما ام بي سوالف هاي اشياء في الارض ما تمسك فيعني مرة كويس. يلا بنجيب الكليستريك الثالث الريث الثالث يعني شو تسوي يعني حاط الحفاظة ذيك حاط الدرع درع الوقاية درع الحماية ما مداني اذبحها ف ما ادري صراحة ليش ما ماتوا قرفت سبايكس لكن الحمد لله شليناهم. فالكليستريك ثاب ضاع لان ذا كان حاط درع الحماية. اخذنا الجي فرق اوكي فرد بسيط حرقني اوكي ممتاز شوي بنجيبهم اوكي ما علينا بعد في وقت اوكي يمدينا نجيبهم طبعا لا looking good continue on يا نشبنا راعي الاي كي enemy has alpha That's a kill. Securing Alpha. Lethal. يا أخي والله إني منغبي عن الكليستريك الثالث كله من ذاك الدرع الوقاية. آه لا. كله من ذاك الدرع الوقاية. طبعا تقريبا أول خمس طلقات ما تأثر فيه
بعدين تبدأ تفتح. نسب نسب راعي ليكي. يوهو يعني يلا عدي يلا لايكينج كعدت عندك. كنت ابغى اضربهم بالسوبر بس اوكي حلو. اوه فزنا. اوكي فزنا فزنا الحمد لله. طبعا هذا اللي ضربته قبل شوي ما ادري كيف جاني جاني سريع سريع. اوكي طبعا الحمد لله فزنا قلبت النتيجة. ما يعتبر قلبة كبيرة يعني قلبة يعني مشي الحال مشي الحال. كليستريك الثالث ضاع لأن ذاك كان مع درع حماية. شوف شوف الحركة شوف شوف الحركة هذه بوم. هل كان معي اليوم كان معك كشر. السلام عليكم.